لكن من ميدان الناتو في بروكسل إلى ميدان الشمال السوري مناورة واحدة عنوانها خصوم تركيا، لكن هدفها المنافسون الداخليون، الانتخابات والاقتصاد والليرة. ماذا في جعبة وعقل أردوغان؟ بالأرقام يواجه الرئيس التركي اقتصادا مأزوما، تضخم يزيد عن 70% وبطالة مرتفعة وديون خارجية تقدر بنحو 448 مليار دولار، لكن هناك ما قد يشكل طوق نجاة، ذريعة أمن تركيا ومصالحها الخارجية، معركة سياسية مع فنلندا والسويد في قلب الناتو، قنبلة دخانية تحجب خلف دخانها رؤية الناخب التركي وفق معارضيه. إذا كانت المعركة سياسية في حرم جامعة الناتو، فالميدان السوري عسكري ويتطلب تفكيك حقل ألغام أوله روسي وثانيه إيراني. في انقلاب على مواقفها، تفهمت طهران ما وصفته بضرورة العملية التركية في سوريا، وبالتالي وفرت غطاء إيرانيا وقبولا سوريا رسميا ولو على مضض. يتشارك البلدان معارضتهما بالطموحات الانفصالية الكردية، الخصم للطرفين واحد، فالأكراد في إيران مثلا يمثلون 10% تقريبا من السكان. وللتذكير، عارضت إيران التدخل العسكري في سوريا سابقا، ربما لحفظ ماء الوجه أمام حليفها الأسد، لكنها غالبا ما صمتت عند ساعة الصفر التركية، وهو ما يفسر تناقض موقف طهران تجاه العملية العسكرية التركية، إذ ثمت حسابات مختلفة، صراع نفوذ في المنطقة ومصالح إيرانية تمر عبر تركيا. فهل ابتلعت طهران الطعم الانتخابي التركي؟ لا نعلم. أخيرا، قد يقف وراء المباركة الإيرانية لأي عملية عسكرية سبب آخر محرج، ضبط تركيا للخلية الإيرانية التي خططت لخطف واستهداف لسياح إسرائيليين، تسببت بأزمة دبلوماسية بين البلدين، وربما يشكل الشمال السوري جائزة طردية أو مصالحة